لازلنا معكم أعزائي المشاهدين في إحدى فقرات برنامج الأستاذ. النهاردة يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا المطرب والفنان عبدو الأمير. أهلا وسهلا عبدو. أهلا وسهلا، وأنا ليا الشرف مع مذيع عظيم ربنا وقناة يخليك محترمة، ربنا وليا يخليك. الشرف اللي أنا فوزتي مكان محترم. أستاذ عبدو، عرفنا بحضرتك أكتر للمشاهدين ونشاطك أولا أنا توفيق ربنا مطرب عبدو الأمير، صاحب كليب الدنيا وناس، اللي بتكلم على اللي بيحصل في الحياة في الاجتماع، وتوفيق ربنا بحاول ربنا يجعلني سبب أتكلم على الواقع، ومنفذ عمل كليب عمارية مصر تنشيط السياحة اللي شغال في الغردقة والشرم. احكي لنا، بدأتوا ازاي؟ الفرقة كونتوها ازاي كده يعني؟ أولا توفيق ربنا أنا كنت بحاول، يعني ربنا رزقني بفرقة من الشارع صدفة ربنا. أنا كنا بصلي في مستوى محمود بالصدفة، طالع لقيت ناس بتلعب بقضايف وتوماس وعجلوية، شباب محترمة، ربنا وفقني احتويته، قمت سعيته اجتهدت. طبعا ايوه، شفنا زي في مين الأول سلبيات، التيم مثلا بتاعك، زي فرقة مين الأصدقاء ليه الشرف اللي أنا المكون، مين أنا اللي المغنيين، مين مكون، أنا الكدوة انت صاحب بتاعهم. الفرقة؟ ربنا جعلني سبب. مين من الزملاء بقى يعني؟ عرفنا مين أنا من بشكر المشاهدين وكده. كابتن محمد أبو رايا، وبشكر كابتن إسلام بيبسي، وبشكر كابتن سيف، وبشكر هلال مرزوق، وبشكر كل شخص. طيب، احنا طبعا سمعنا اغنية امة محمد للرسول عليه الصلاة والسلام، والله فعايزين حاجة كده من ادائك كده لايف للمشاهدين لو امكن. لينا الشرف. اتفضل. أنا إن شاء الله أسمعكم حاجة يا رب تليق اتفضل يا بذوقكم. فندم، اتفضل. قبل ما تخترعوا الذرة، اوكي تمام. اسعدوا كل البشر، عيشوا الناس في أمان، وبعدين تسافروا للقمر. فكروا في أم بتبكي ابنها راح في الدمار، فكروا في طفل بيصرخ انتهى ما بقاش له دار، فكروا في عروسة حلوة يوم فرح النور انطفاه، فكروا في عيون بتبكي دمعها على الخد نار. قولوا للجوامع، قولوا للكنايس، دي مصرية ايد واحدة، وصلوا رسالة لكل العالم، محدش هيقدر يفرقها، والسلام يعني الأمان، والأمان يعني الحياة، وهي دي المعادلة الصعبة، المعادلة الصعبة فيك يا دنيا. اصحي يا دنيا، واصحي يا دنيا، وعليك السلام. ما شاء الله، انت احلى بمشيئة الله، ربنا يخليك. دي بقى اسمها ايه الاغنية دي؟ دي اسمها يعني ان شاء الله تنزل، بتقول محدش هيقدر يفرقنا. اسمها محدش يقدر يفرق. دي لسه حصريا بتجهز ان شاء فيها الله. يعني لسه الكلمات دي اصلا دي اغنية حصرية. ان شاء الله هتكسر الدنيا باذن الله. للقناة ليه الشرف المحترم، يعني دي حاجة جميلة ان انت تعرض لنا حاجة زي كده لسه حصرية هتنزل بيها. وده انا ليه الشرف. ربنا يخليك. طيب مثلا يعني ادينا حاجة كده من الحاجات اللي عرضتها قبل كده، يعني ممكن تسمعنا برضو. هنيا اتفضل. أنا خايف منك يا زمان، تغير في الناس كل حاجة، وبقينا في دنيا وزمان الناس ما بتخافش
من أي حاجة، دي ناس بتسلم وناس بتخرب وناس بتحرق وفي أي حاجة. ده أنا خايف منك يا زمن ظالم أو مظلوم، أنا خايف منك يا زمن حاكم أو محكوم. يا عم أنت يا مسؤول أعيد على الكرسي ونايم كل يوم، عمال تكلم ومفيش حلول واتفع علينا كمان النوم. ده النيل هو كمان اتلوث والأمراض عمالة بتزيد وكل يوم بيكتر عدد، والمستشفى مننا تجيب والمستشفى مننا تجيب، يا ريتك تصحصح كمان منه. ده احنا اخترناك من 100 مليون، انت مسؤول على الحضارة وكل جيل طالع كل يوم عمال بتلف كمان العالم، وبتروح الصين وبلاد كتير وكل يوم بيكتر عدد والمستشفى مننك. طيب دي اسمها ايه الاغنية دي؟ دنيا والناس. كلمات مين او كلمات انا؟ كلماتك انت. بس هي جت على في وقت كان المودن كان يعني في وقت المودن كان دي انت اشتغلت بيها قبل كده في فرق او طلعت بيها فين اماكن او ساعدت فين او كان جمهور؟ انا كنت بغنيها في افراح، ربنا رزقني بمنتج محترم صلاح منصور، عمل لي كليب اسمه الدنيا والناس شغال. صلاح منصور. وربنا ايه اكتر الاماكن اللي بتكون متواجدين فيها يعني؟ الساحل الشمالي ليكم هناك؟ احنا ربنا وفقنا، احنا لسه جايين من الساحل الشمالي. انت كنت في الساحل الشمالي؟ كنت في الساحل الشمالي مع شخصيه كبيره توفيق ربنا رزقني وربنا وفقني في حفله القريه الفرعونيه انا وفريق الاصدقاء، بس اجرينا عند ربنا. كنا في فقره للاطفال اليتامى. كنتوا متطوعين يعني؟ حفل اليتيم. الشرف حفل اليتيم، وبنعمل عمل كبير دلوقتي هينزل قريبا. انا والعظيم الاستاذ سمسم شهاب، انا زيد شرف ابن امبابه اللي في نظري باريس مصر، وليه الشرف اللي عملنا العمل هيكون مع سمسم شهاب. في عمل هينزل حصري قريبا، اوبريت كبير اسمه دعوه خير لاهل الخير لمؤسسه 57 357، بس كلنا شغالين بدون اجر. الاستاذ سمسم شهاب، الفنان محمد رجب، الفنان محمود سمير، الفنان احمد حسين، الفنان عبد الامير، اصغر طفله في مصر الاستاذه هبه محمد، تلحين الحاج حسن قشش، توزيع الاستاذ وليد مصطفى، من فضل الله من فضل الله، واخراج المخرج العظيم عبيد زيان، والمنتج العمل اللي لنا الشرف يعني شاب محترم الاستاذ محمد حسام اليماني. ده انا طبعا بقول له مليون تحيه ليك، اللي هو قدر اديك فكرتي انا، ربنا جعلني سبب قلتها له. وطبعا بشكر الشاعر المحترم الاستاذ ناصر موسى اللي هو مؤلف الاوبريت دعوة خير لأهل الخير. احنا كلنا يعني بتجيلي فكرة بشور الناس حواليا، وبشكر كل شخصية محترمة كانت بتدعمني. تمام. من اول المنتج سامي نصري اللي عمل لنا كليب عمار يا مصر لتنشيط السياحة، وبشكر المنتج المحترم استاذ محمد سالم، ده اللي عمل لنا كليب اهلا بيكم في ارضها. طب بالنسبه لاغنيه اللي اتعرضت من شويه وشافها المشاهدين امه محمد الرسول عليه الصلاه والسلام، دي كانت احنا لسه منفذينها، كلماتها جميله جدا يعني. ده انا والله ده من فضل الله. انا ليا الشرف بهديها للقناه المحترمه وبهديها للمصريين. وبرده بشكر المحترم مدير اعمالي الشخصيه المحترمه اللي هو نين عيني الاستاذ حسين عزوز، وكل اخواتي واهلي اللي هم ليهم فضل بعد ربنا عليا. بس انا شفت سلبيات ما تشاء وما يقسش من رحمه الله، كنت كل ما يجي لي ازمه اشتغل على نفسك. يعني دايما بحطه قدامي. يعني ادينا مثال مثلا، ادينا مثال مثلا موقف كده حصل لك يعني انت تشجعت اكتر الموقف كانوا دايما اخواتي ينتقدوني. انت عمرك ما هتنجح. بس اختي الكبيره يعني اختي من اختي الكبيره ربنا خليها لي، كانت دايما تقعد تقول لي بكره ربنا هيكرمك، بكره ربنا يرزقك بالاصرار وبالاراده وبالعزيمه. ورب يعني ربنا يخلي لي برضه ولاد حتتي ليهم برضه فضل كبير قوي بعد ربنا عليا. وبشكر طبعا يعني كل شخص في منطقتي في امبابه اللي هم دعموني كتير بعد ربنا،
بس انا اول ما جيت غنيت كنت بغني في اقاليم. انت اساسا ابن امبابه. ابن امبابه. بس انا لما سعد بيك اكيد. ده ليه الشرف؟ ربنا يخليك. لا اول ما جيت غنيت في القصيرين في الزاويه. في تنجيد صغير. بعد كده فرح صغير في المطريه في شارع كانت التقوي. البدايات اللي انت بعد كده بانها في الايوبيه في طوخ. مركز جرجه. تنزلت بقى الصعيد بقى وال... لا الحمد لله لفيت. يعني انا لفيت في مصر بس ده من رضا ربنا مش لوحدي انا وفريتي. ورحنا المنوفيه انا وفريتي الاصدقاء. يعني لما فريتي الاصدقاء فيها ميزه حلوه. احنا حابين بعض وحابين نخل بعض. تمام. وكنت اتمنى عند ربنا يكونوا معايا ويا رب. طيب يا ريت تدينا حاجه كده اخيره تختم بيها الفقره. اقول ايه؟ من امتى ابن الجنايني بيحب بنت البيت وانت السبب يا قلبي في كل اللي احنا فيه؟ من امتى ابن الجنايني بيحب بنت البيت وانت السبب يا قلبي في كل اللي احنا فيه؟ ماسكين يا قلب حزين من ضحكة وكلمتين حبيت وازاي بتنسى انا مين وهي مين؟ الناس صحيح ما مات يا قلب انسى اللي فات. طبعا احنا سعداء بيك، شرفتنا ده اللي شرفتنا المطرب عبد الامير. الى هنا اعزائي المشاهدين كنا معكم من فقره برنامج الاستاذ. ان شاء الله باذن الله نلتقي في حلقات مقبله الاسبوع القادم باذن الله في نفس الميعاد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.